kepentingan rombongan pengantin agar supaya masuk ke rumah kami. Harus guru Haji Saliman harus bawa. Kami mana ni? Jangan mama rakia, alon mama je bang apa raminya intang AA. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala alaihi. Silakan masuk. Haji Haji. Ya, di sini ya. Oke. Tolong lah dilihat ini. Ya jek ini gigo Pak. Ada nih. Oh, pedes banget. Kayak kada awan tilih. Sini. Enak di jemi. Ini kita malah di sini. Siap. Asalnya mana asalnya? Ada lem kau anak. Ambilnya. Abahnya masuk ke dalam dulu, abahnya kita bawa wali. Abahnya mana? Prinsipal. Panas pengantin, panas. Wah bener. Rumah pengantin. Anu apa tepalah pengantin dulu mulai. Ayo kameramen. Kalau kameranya mana tadi? Oh, berarti aku gantikan. Sorry. Saya ngamis yuk. Yuk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد إن الله تعالى أهل النكاح ونذر إليه وحرم الصفات وأوعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما شاب تشوق أن يشاب مقائلا يا ويله سنن وقال صلى الله عليه وسلم رقتان من المتشوي أفضل من سبيل رقة من العزاب وقال صلى الله عليه وسلم تشوجوا ولا تطلقوا فإن الله يحب الدواقين والدواقات وفي رواية أخرى تشوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يحتز بين عرش وقال صلى الله عليه وسلم تشوجوا نساءنا فإنهن يأتين بالمال الحمد لله بنعمته المعبود بقدرته المطاع يسر الله المرغوب من عذابه وسد النافذ أمره في سمائه وأرضه خلق الخلق بقدرته وميز بأحكام عزم بدينه وأكرمه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تبارك اسمه تعالى قدرته جعل المسار سببا لاهقا أوشج به الأرهام وأكرم بأن فقال أجزى من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما بعد إن الأمور كلها بيد الله يقضي بها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يمتلقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Pulang dari mana di kamar rupiah binti Hasan dengan makna 100,000 rupiah. Pulang dari mana di kamar rupiah. Ulun terima menikahnya Rupiah binti Hasan dengan maharnya 100,000 rupiah dibayar tunai. Menikahnya.
Ulun terima menikahinya Lutfiah binti Hasan dengan harga 100.000 rupiah dibayar tunai. Kada-kada ada bapak nih loh. 100.000 rupiah dibayar tunai. Yang ketiga agar Rasulullah ini mubah bikin ulumah yang malah ulumah. Aku bangga umat begitu banyak agar Rasul. Kayaknya dari kenak aku berbangga lawan Nabi Muhammad bahwa aku banyak bisik umatnya. Jadi jalan menambah banyak umat Rasulullah gitu. Maka punya disini anak terbaik Burya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. وهي أحمد مجاهد بن براهيم ikam kunikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Lutfiah binti Muhammad binti Hasan yang wali bapaknya berwakil kepada aku dan mengizinkan untuk menikahkannya dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Salah dari menikahinya Lutfiah binti Hasan dengan maharnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Kawasih bang lagi. Sudah. Udah kah tentu kah mati kah?